مرت بنا تشرق الدنيا ببهجتها، في موكب يقسم الأمراض والكمد. قالت: نظرت إلى غيري؟ فقلت لها: يمين ذي قسم بالله مجتهدة، ما أضمر القلب شيئا تغضبين له، إلا رفعت إليك الطرف معتمدة، وإن هويت فما عندي مخالفة، فقأت عيني حتى لا أرى أحدا. لقد شقيت لئن دمنا كذا أبدا، إذا سعيت لإصلاح الهوى فسدا، ما تطرف العين إلا وهي واكفة. لو كنت أبكي بماء البحر ما نفدا، ولا تنفست إلا ذاكرا لكم، لا شيء يشغلني عن ذكركم أبدا. كأن جمر الغضا مما وطئت به بين الضلوع إذا سكنته وقده. يا رب ذي حسد يا فوز يظهره، لو كان يعلم حظي منك ما حسد. لا تتركي من فؤادي خاليا جسدي، رد الفؤاد وإلا فاقتل الجسد.